الفريق كان عارفه هذه واحد 4 شهور كان كيلعب تشامبيون ليغ، كان كيحقق نتائج ايجابيه. الان تبعته سلسله من النتائج السلبيه اللي الفريق فقد الهويه تاعو، فقد الثقه في النفس سواء بالنسبه للمجموعه او بالنسبه للجمهور تاعو. الان احنا نقدر نقول في الشطر الثاني من البطوله، فغادي نشتغلوا بواحد الوتيره جد عاليه باش ان شاء الله نرجعوا الفريق للسكه تاعو الصحيحه، يرجع الانتصارات، يرجع الثقه للمجموعه وكذلك الجمهور تاعو. ومن طبيعه الحال في اخر الموسم فعاد يكون عندنا واحد التقييم على النقاط اللي يمكن نشتغلوا عليها باش الفريق ابتداء من الموسم الجاي ينافس على الالقاب ان شاء الله.